فكرك مركا ورا وحالها تشاينا أو جارهان مدحونها تشاينا شي تشين بين أيها لبورك كاني سقى أو تشيدين كوكال هنا يتعي إن مريكان كا وترتن كل جلو حق العقد دولار كجارهان دولار كمريكان كا ثم كدلة حق ورشدة دوك وورا يا أو يجنا لي هذا حق حسوسير كدوك هانتي ده دوك بقول كبير لحد ما بيكون خنيا أو تشين مريكان كو جاميني جابان كمدي هي شرم القاهرة تضبطل كندا كتشرت فرانسيسكا كتشرة تليانيا كتشرة تضبط هذا دل أيام مركا دون كورن وحصوص عرب 60% يجوا يلانيه أو أي ورشدي وين دونك العقد هو بدن يلقوا السلعية وصل بترول كوكلة حيلا استراتيجية هل عاد لقى مربي دولار كوي أو ده ما قاعد بين قارب اللي ده بترو دولار بالنا ده ما دولار بترو دولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن كسر هذا برنامج قارة أو أنه ليا لندن نو بروفيسور إبراهيم سعيد أو برسارة كأجامعة لها هرقيسة انت بضن كفالو دا أريمها دقالها دوني دا دالك سود أفريكا وحمانتا لغسو قبقبينيا شروينها دقالها أما إسبهايسيك دقاله مقعيس الله سو قابيو بريكس كاسي أو أي كوميدو بين شندل أو وين أو دوني دا يدلال كالي أو حقا دنبه أيوغونا كاقبيري أستاذ إبراهيم سعيد أيان وغهرين كسود وين يا أبل شركاس يا دلال ككوب هو يا وحي كليهين دلال كليهين يا أشاد دا لا أساسي ما دام الشركة نقول يا كيشن يا تبنات دلال كاسي أما دلال كاس بايس كذا قلا سمستي أي شان ونقول يا إلا لابد يكون يا لحدينا و شري بالبرنامج سعيد بوهرين وربحين لما يسترن نجسين دوران كسر وين يا أستاذ سلو كان دوا يعني في ما تصنطي إسكاش كان دقالات لصو قابي بريكس وحلا أساسي لبدي كل اللحدي وحنا لقوا أساسي شندل فكر كمرك ورا وحلاها تشاينا أو جارهان مدحونها تشاينا شي تشين بين أيها لبورك كاني سقى أو تشيدين كوكال هنا يتعي إن مريكان كا وترتن كل جلو حق العقد دولار كجاران دولار كأمريكان شنطة دلوحوي برازيل روسيا إنديا تشاينا يو سود أفريقيا مركي لارك رنتي إنه هنا قاضي لابد يكون يسجل كنا شر أي شان وح صيف حضي إن ودنا بدن يحب إني ما كتل بدن تروح قاضين تبتع ما كرت ضعه إن دتك لو صدره أو لقديه بريكس بلس يعني بهوين تدقالات قيب كانوا قانسة إسبايس كدقالات ودبرحات كالباد دوك سوكلية دقالها نية سياسة لهم وحاسينه كلو قبسامي إن الشريعة شنية تمن كالفردية شان ومالنتي سلاسة لبيلا تكي بيشان أغسط أي كوقبسدين سود أفريقيا شركي والله بعيش السعودية جوان سبيك جران لبيلا تك إلا أفريقيا تكومانت سوحرمي إن هدين تبي يقول رنا قلنا وشي دوين كلو أساسي سبعي سكان دقالت وحاي دقالي هنا دو أنا إني أنا السبب قدي جيا ودنا فربنا ورنتي دبتوين إكسو قدي حاجة دقالة مريكة دقاليسة كتبني واحد هي سياسات كا دقالها مريكة وكوه قول دقاليس oo ay ugu horeeyso in siyaasada Mareykanka cid qaadan weeyda Mareykanku uu qorti ka jibiyo isagoo cun qabteen ku soo rogey sida midtan ee dalka Ruushka kale waa ki cun qabteen baan ku soo rogey markii 24 February 2022 uu weeraray oo dagaalku la galay dalka Ukraine wuxuu ka saaray hanaankii bangiyada Swift kordka waxa la yiraahdo ee bangiyada adduunka ay ku wada shaqeeyaan oo Mareykanku waa isku gudbiyaan ومريكو جاميو إلا كوبي تمكنو بنجي أي كوميدي سين ودنده هو جاميني كانت كوهاينا شوفت كور كمريكو كوهاي أيو كساري تو هاوي ماي هنانكي بنجيدا روشك بقول كيف تطبات أو إنت صاحب هنغطي بنجي رو إن أجنبي وبدن يدو عشر كامر كاو حلقة برتاي أيو هاي ودنده نمر كا تلاقط تقادنا إن تشيني سبايس كذا قاله وكو باقي قيم لكان هذا سيعود بديان لعجوه كيت كاه ويل الدولار كاسيان منقبتين لا صارين
iyo in bal loo odreso in lacag kale oo la tartami karto dollar adduunku u hilaadiyo ujeedada ugu weyn marka waa taas waana runtii marka xagga dhaqaale ahaan la eego sida imka dhaqaaliyanadu xusayaan istaraatiijiyadooda 2004 loo qorsheeyay in BRICS plus ay noqon doonaan xagga wax soo saarka kala badh adduunku wax soo saaray inay ugu yeelan doonaan way Mareykanka hoggaamin jiray sadex hore u sheegtay dhaqaalaha dunida dollarka iyo lacagtiisana waa la isticmaalay arinta dollarkii iyo maxay iyo dhaqaalaha Mareykanka hoggaamiyaha hadda maxay ku keenay kartaa runtii dhaqdhaqaaqyadan markii Mareykanka laftigiisa uu maqlay waxay ku keentay in iyaguna abaabul fara badan ay galaan oo halka ay ogolaadeen Mareykanka laftigiisa in udub labaad oo udub dhaxaad labaad oo adduunka ka talinaya oo xogaa soo yar baxo laakiin ay la tartamaan maadaama ay dagaal toosa ku qaadi laakiin dagaal dadban ay la galaan ee yar waxaanu cali faahdo milicsanayna bal dollarka iyo kaalinta uu kaga jiray dhaqaalaha adduunka dollarka waxa la isla qaatay 1944 ilaa 1946 heshiis adduunka la galay oo Bretton Woods loogu magac daray ayaa lagu ansixiyay in laga guuro dahabkii oo lagu saleeyo wax kala iibsiga adduunka dollar international money halkaas shirkana waxa ka dhashay in hay'adda lacagta adduunka IMF oo kale la sameeyo la curiyo waa bangiga adduunka tiideeto waxay keentay in dollarku uu noqdo lacag aad loogu baahan yahay adduunka oo dhan baahidiisa daboosha cidda gacanta ku haysana ay noqotay Mareykanka marka tirakoobyadii ugu dambeeyay marka la xuso dhaqaaliyanadu xusaan wakaaladaha wararka sida CNN oo kale iyo Bloomberg haday tahay iyo Al Jazeera qaybta Ingiriiska iyo qaybta Carabiga warbaahinadu sida xusayaan tirakoob ahaan la soo qaadanaya dollarku waxa la yiraahdaa adduunka marka la eego isticmaalkiisa boqolkii qof 98 dollar bay isticmaalaan halka boqolkii 2 qofna isticmaalayaan lacaga kaloo qalaad lacagaha adduunka yaala bangiyada gaar ahaan bangiyada dhexe marka la qiimeeyo lacagti ku yaalaan boqolkiiba 60 dollar bay ku yaalaan halka boqolkiiba 40 lacaga qalaad ay noqonayaan xagga wax isweydaarsiga adduunka marka la eego lacagta ugu badan ee lagu saleeyo sida patroolka kale waxyaalaha istaraatiijiga ah ee aan la aad looga maarmin dollarka wey oo de magac bixin gaar ah leedo petro dollar baa ama dollar petro dollar oo ah dollarkii aasaas lagu saleeyay patroolkii oo patroolkii waxa lagu duulayaa qiyaastiisu ay tahay kala iibsigiisu lacagta dollar ay noqoto taas baadeto waxa ka dhalatay isbahaysigan China oo hoggaaminaya BRICS inay ugu la yimaadaan qorshe cusub marka qorshaha cusub oo halaburkiisa uu ku saleysan yahay horta bangiga guud inay sameeyaan oo bangiga inuu sameeyo 2014 ay hirgeliyeen bangiga horumarinta wadannada isbahaysiga dhaqaalaha ku bawoobay oo $100 billion ayaa raasamaalka ugu horeeya lagu shubay waa 77% China leh 30 kalena 50 dal kale ayaa kala qaybsanaya isagana yar haddana milicsano yuu la tartamaya BRICS BRICS wuxuu tartan baan kula jiraa kasoo xagga siyaasadda udub dhaxaadka siyaasadda Mareykanka kasoo G7 ka 10 dal ee xagga warshadaha adduunka ugu horeeya oo iyagana la yiraahdo xagga wax soo saarka adduunka hantida adduunka 160 bay ka noqonayaan oo China Mareykanku hoggaaminayo Japan kamid yahay Jarmalka oo 7 dal Canada ku jirta Faransiiska ku jira Italiyaaniga ku jira todobada dal ayaa marka adduunka dhan wax soo saaro 60% iyagu yeelanaya oo waa warshadii waaweyn ee adduunka ayaa ku yaala halka qoladan kale BRICS plus iyaduna imka sida loo darsayo gaar ahaan sanadkii tagay wax soo saarkooda wax soo saarka adduunka wuxuu ka noqday 3% ayuu noqday xagga dadka adduunka ku noolna 2.4% ayaa China iyo isbahaysiga hoggaaminaya dad ahaan ay noqonayaan iyada adduunka maanta dad ku nool 8 bilyan ayiin 42% waxayna waxa hoggaaminaya China oo dee labadii dal ee ugu weynaa xagga dadka adduunka ugu badnaa hadday tahay China iyo India ayaa labadii bay ku jiraan xagga wax isweydaarsiga ganacsiga adduunka 16% ayay ka noqday global trade waxa la isweydaarsanayo BRICS plus sidoo kale waxa la odreysayaa istaraatiijiyadda aan mar dhowid ka dhawaajiyay 2014 in iyagu noqon doonaan ba kala barka adduunka wax soo saarkiisa oo ay ku hoggaamiyaan tan Mareykanka kana challenge garayaan Mareykankana inay ku noqdaan dhaabad
ودافي وايو يسدو كلا تشي سبن كلفت كده إنه أنا يكر وقبحان ما حي سكر دين سا تشي سبن هدي أي مكان لا ترتما يان ما حي أيو الدنيا ما حي سكر دين كراني يدلال كأي مكان أصلا يبغى أنا يقرأ وحي سكر دين سا يو أي مكان بده يفعله دي موضة ودنادي كا مريكان كعرض ضي من قبطين تو دنادي كسر رجيو يعني تدا أمضوا إلينا بنجيدا كلو يلا وحني بيو أسد فريسين بوسامية يعني هن تدا ديو بنج ملك الكوت على ودولار كوت على أي هذه سياسة أمريكا كتقطي ما ده وحني بيو تدا توح كان تاني كدي الجروبانو أي بالملك لا قرمن نجيوا بفرزون أي رات سدان مركا هل كان أول نقطة أي مل أي هن تدا دي إيو سياسة هو جاركا أي أي كوا ده كران كنا بدبادين كران هن تدا دي مركا واحد رجينا إن سياسة دي أود على هيدا يعني كانت علوس هيدا مراكن كده كم عملي دخل هاني السياسة عامة إنه واحد بدنا نسكت بدلي دونا أو مراكن كنا وأقبل دونا ما دام وضن ديمقراطية ترتن بلا ترحانة طب هذا ومهم سنة الله سلق هذا كرمانت كل هذا ولي شركة سعودية أو لقوا على مدن كرماش أي وقت جيوا بهين حين قلنا قد بظهر تمانت على سلقة عطي شركة كسب حيك استوى لدمات السوق بجبيس بيو هرونا عين تيوم مهم سنة وحين قلت إن مركز دل دتك دلبني ودنا دي أياد وبتات ويكون بيوم ولي منا دتك ودنا دي وحصل سرقة دونك وجاملي هذا تاي تمرتي عن تلا لا صا أيام ماشة قلي حاجة تمرت عدين وجنا دوار روشيو كاريت كوبات بكتيرة شدالك سعودي وسنا دلك ودنا دو جور رأيك كتيرة ku obek plus ka wali ba leeda ee controller ee awood baad tamarta dhinac kala dadeegto indonesia oo dadahan badan ee adduunka saliidan leeyada palm oil ee laga siido geetimareeda soo saarta ayay iyaduna ku biirtay wadana hindiyo de breeze ka adduunka soo saarkeeda oo aad wanaagsan yahay oo badan technology-dina ku wanaagsan ayaa iyaduna qayb ka ah iyada jeen oo dhaqaalaha kaalintii labada adduunka ku jira marka waxa la leeyahay waxa isla heleen التكنولوجيا دي عن تدي ودنا دي سوسياري هي تمرت. سيدا أوجد وعادي وهنا قادو حوجستو. إحنا قنطة ونعمد وقت لير كذب ساحة كسارة. وضرب لحات كمريكم كوه جميل. نقال هاني السياسة هان. مركب قط بدي ما تلا سلق عتبة كم إذا هيد ما دام هي بتين تذكي عطسيا سوق بستو ودنا دو. هندي وحي سوتش السن لات كيا شروطها. أوبك بلاس لوجو جلي. وأنا نقول واحدة بحسن، سين دادون كورنا دوك صوت قالوا، أنا ونقول دمعني هاي لهيد بمشي كبحية، مركا هلا تكيبا شركة الباب ذو حرين ما أنت كم إذا هيد، شيءنا نولقات. وهاك أفريقيا طبعا شركة ما أنت كسعودا، أفريقيا فرصة نوعية أوسي تهاي بين أوراق. أفريقيا فرصة وين بيجوجت، ويا مقابل حين تبوا على قوم مقادرة، بريكس شركة أي كل هذا هاي. شعوب تكونفورتا جبلك، وغلبة السود بابلو بيجمعها. مركا سود أفريقيا ودنا دم أفريقيا سود أفريقيا كونفورتا دورن. دمان تدو حديار بيجينا الكلام. وحنا لب لعب مشاريع بنجي جاهر مارينتو. زي توصي مكينو بيجيو. بقول كي بليون دولار راسنا الكا اللي هو بلعبي. وهي مك مشاريع عمان تلكلس يعني. إن بقول كي بت 33% كلا اللي هو ترى. راسنا الكي هو رويا لي. ودنا دم سوق ليه. كديبنا دبته. المال قليو ودنا نسكره قارهان قارات أفريقيا أي كميت. أنت صانو خصو قبل قبلين إن برنامجك كوبنا قار كها إنه كجاي كو إيجي إني شركة بريكس مجلس لوسا قابيو يدقالها إسبايسي كدقالها دلال كأو وين دنيا قار كود دلك سود أفريقيا ما أنت لوسو قبل قبلين يو بروفيسور إبراهيم سعيد وبرسارة كأ jaamacadaha Hargeysa ayaa kana falan qooda inta badan arimaha dhaqaalaha ee dunida ayaa marti ugu aha nabadgelyo ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل صوغ الشقوري جايجا حفيز كايجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121